أحسنتي. ياسمين، هل يمكنك أن تعيدي القراءة؟ أظهرت الإحصائيات في بعض الجهات أن العاملات في الفلاحة آخذات في النقصان، بينما سجلت زيادات واضحة في صفوف المقبلات على مختلف المهن الأخرى. أحسنتم. إذا هنا واضح المطلوب. سنستخرج جمع المؤنث السالم ونعين الوظيفة وعلامة الإعراب. العمل سيكون في شكل جدول. إذا ستسطرون جدولا. إذا المفردة ولا جمع، يعني المفردة التي هي في جمع المؤنث السالم وظيفتها وعلامة إعرابها. واضح يا أطفال ولا؟ واضح. أنهيتم العمل يا أطفال؟ ليه؟ إذا نستخرج العبارات التي وردت، الأسماء التي وردت في صيغة جمع المؤنث السالم، وعينوا وظيفتها وعلامة إعرابها. أنهي. مريم. نعم. أحسنت مريم، يمكنك أن تفتح الكاميرا لأتمكن من رؤية محاولتك. حسن. صورة الكاميرا اللي موجودة في الأسفل يا مريم، تضغطين عليها وسيظهر، يعني سأتمكن من رؤية المحاولة بتاعك أنت. سيدتي دقيقة واحدة سأحاول.
لم تتمكني مريم من فتح الكاميرا. مريم وين موجودة؟ ذاك المصدح الميكرو جنبه فما صورة كاميرا، تضغطين على الصورة ستفتح الكاميرا. نعم سيدتي، لم تفتح. باهي فما حتى مشكلة تنصلح مع بعضنا، وستتمكنين من القراءة إن شاء الله. نعطيك فرصة لتقرأي يعني إجابتك. البقية هل أنهيتم أعمالكم؟ يمنى، محمد صلاح، محمد صلاح، دليلة، ياسمين، ألاء، هل أنهيتم؟ نعم. ب شكون يعني نجم يحل الكاميرا ويوريني العمل بتاعه؟ حامدي نجم يحل الكاميرا؟ هل يمكن أن تفتح الكاميرا لأرى عملك؟ حسن. باهي أحسن، الكاميرا مفتوحة وأنت قرب العمل بتاعك للكراس، الكراس عفوا للكاميرا، وسأتمكن من قراءتها بإذن الله. ولدي تقربها شوية بركة، شي تقربها شوية وتهب تزيد شوية وتهب. باهي شكرا لك محمد على المحاولة، يعطيك الصحة. محمد الكتابة لم تكن واضحة جيدا، لكن تمكنت من قراءة المفردة الأولى والثانية. أحسنت، صحيح هناك بعض التعديلات. أحسنت محمد، شكرا. العفو. باهي يا في الإصلاح مش نحاول نعطيكم يعني الحاجات اللي بالحق اللي نسحقوهم في المناظرة. الإجابة كيف تكون يعني الإجابة بدقة، كيف نجيب مثلا في علامة الإعراب؟ باهي كل باش نتعرضوا له. كملنا كل يا أطفال نطلق في الإصلاح؟ نعم. البقية سيدتي استطعتم فتح الكاميرا؟ جيد جدا، أي مريم صحيح، أي حبيبتي. إذا حاولي أن تضعي كراسك قبالة الكاميرا وسأتمكن من قراءتها إن شاء الله. به يعطيك الصحة، أحسنتي، شكرا لك على المحاولة مريم، أحسنتي. عفوا. ناصفي أنهيت عملك؟ ألا هل أنهيتي؟ ياسمين أنهيتم؟ ياسمين أنت عندك عاملة خلفية، راهي ما تظهرليش الصورة بنتي. دقيقة واحدة. باهي بنتي، هلا أنهيتي؟ هلا. ليه؟ هيا ألا، إذا حاولي ما يسيلش يا أطفال، نحاولوا راهو إن شاء الله يعني كان واصلوا في الحصص بتاعنا، راهو يعني أرى عمل كل فرد منكم، شوفوا واضحين. نحن هنا إذا لنرى أعمالكم. ناصفي الصوت واضح لو تسمع فيه ناصفي. آية مرحبا آية. اللي يسمع فيه يجاوبني، هل تسمعونني يا أطفال؟ نعم. 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 باهي الحمد لله. نعم. باهي. محمد. هاي تفضلي المفردة الأولى.
ما هي الأولى؟ الإحصائيات. أحسن، الإحصائيات. باهي محمد، الإحصائيات إذا ما هي وظيفتها؟ فاعل. أحسنت، وظيفتها فاعل. كيف ورد؟ ما هي علامة إعرابه؟ الضمة الظاهرة في آخره. باهي، أنا علاش بديت لك أنت خاطر أنا قلت الإجابة بتاعك صحيح، الضمة الظاهرة في آخره، لكن عندما نتحدث عن علامة إعراب يا محمد ويا أطفال لابد أن نذكر، لازم نذكره مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره أو مرفوع بالضمة يكفي، لابد من ذكر يا محمد كلمة مرفوع، راهو يحاسبون عليها في النموذج ولدي، فهمت ولدي؟ صحيح أنت كتبت الضمة الظاهرة في آخره من قراءة إجابتك، أما لابد يا أطفال من أن نص، من أن نذكر، لازم نقول راه مرفوع، كلمة مرفوع راني أحاسب عليها، فهمنا ولا؟ إذا مرفوع بالضمة ظاهرة أو بالضمة يكفي، أو حتى بالضمة أنت وضحت يعني بالضمة، يعني الرفع بالضمة، مرفوع بالضمة. المفردة الموالية، لا تو ناخذ مثلا آية، معانا آية ولا خرج؟ باهي مش مشكل ياسمين، كل مرة يجاوب واحد يا أطفال، كل مرة واحد ياخذ الدور. آية تسمعينني؟ البقية شكون يسمع فيها يفتح الميكرو ويجاوب يا أطفال؟ من يسمعني؟ أنا سيدتي أسمعك. أنا أيضا. إذا به الحمد لله، هاي هاي تفضلي بالإجابة بنتي. المفردة الموالية التي وردت في صيغتي جمع المؤنث. سيدتي من؟ البنية اللي تكلمت ما عرفتش شكون، عارفة مش ضغط بصير، مش ضغط بصير. الجهاتي. مريم أحسنتي، الجهات، بعض الجهات، في بعض الجهات، الجهات الجهات أحسنتي. وظيفته المفردة التي وردت جمع المؤنث السالم هي الجهات، يعطيك الصحة مريم. ما هي وظيفتها وما هي علامة إعرابها؟ وظيفتها مضاف إليه مجرور بالكسرة. أحسنت، شفت صديقتك كيفاش نشدها، إذا لابد أن نذكر أن هو مجرور، يعطيك الصحة، مضاف إليه، عفوا، تعرفوا علاش يا أطفال يعني عملنا تمارين حول الوظائف، خاطر لا تخلو مناظرة من تحديد الوظائف، في كل مناظرة أكيد راكم يعني اطلعتوا على المناظرات السابقة، لا تخلو مناظرة من تمارين يعني تحدد الوظيفة، مجرور بالكسرة. المفردة الموالية ياسمين، العاملات، العاملات، ما هي اسم وظيفتها ناسخ أنا، اسم اسم الناسخ، ناسخ أي علامة الإعراب، منصوبة بالكسرة النائبة عن الفتح. ممتاز أحسنت، اسم ناسخ
إذن لابد أن نذكر كما قلنا أنه هو منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة هنا، قدر أصلها هو منصوب بالفتحة، الأصل يعني أثال هي كسرة، هي عفوا فتحة، لكن هنا في جمع المؤنث السالم ينصب جمع المؤنث السالم بالكسرة النائبة عن الفتحة. سي. نعم. في الجملة اللي قبلها سي الجهات، علاش مش مفعول فيه للمكان؟ لا لا أبزر لي ولدي به، أنت شكرا لك على السؤال. هي صحيح، تعرف شنو المفعول فيه للمكان هنا؟ في بعض الجهات، هذه كلها مفعول فيه للمكان، أنت يعطيك الصحة على هذا السؤال الذي تطرقت إليه، لكن ولدي نحن في تحديد الوظيفة به. المفعول فيه للمكان يشمل كامل هذه كلها، في بعض الجهات ورد هنا المفعول فيه للمكان مركبا بالجر، في جار بعض الجهات، ما هي وظيفتها هنا؟ هل يمكن أن تحدد لي بعض الجهات شنو هي الوظيفة بتاعها؟ مجرور. برافو عليك، يعطيك الصحة، مجرور. المجرور هنا ورد بدوره، حتى هو زاد ورد مركبا إضافيا، إضافيا بعض مضاف الجهات مضاف إليه. فهمت حبيبي كيفاش نعملوها؟ أي خاطر ولدي راهو يعني أنا مش نأخذ نحدد الوظيفة بدقة، هو سطر لي كان الجهات، عفوا سطر لي أنا، يعني مش نستخرج جمع المؤنث السالم، الجهات فقط هي جمع مؤنث سالم، أنا حددت مفردة الجهات، والمفردة هذه وظيفتها مضاف إليه، المفعول فيه للمكان هو شامل. شوف قديش فيه من مركبة، يحتوي مركبين، مركب بالجر ومركب إضافي. إضافي. إن شاء الله تكون فهمت. فهمت. باهي الحمد لله. إذن هنا العاملات هي في الأصل منصوبة، نحن نعرف اسم الناسخ إن يكون منصوبا، إن الطقس جميل، إن البنت في البيت، يعني الناسخ اسم الناسخ الحرفي أو الاسم إن يكون دائما منصوب، لكن في جمع المؤنث السالم إذا يعرب علامة إعرابه الكسرة النائبة عن الفتحة. المفردة الموالية آية، آخذاتن به، قبل ما تعطينا آية الوظيفة، هل يمكن أن تحددي الصيغة الصرفية؟ صيغتها الصرفية اسم فاعل. ممتاز، يعطيك الصحة بنتي، برافو عليك. إذن آخذات ما هي وظيفتها؟ ما هي وظيفتها؟ فسحة. لا البقية، من لديه تدخل؟ شكون يجاوبنا شنو هي وظيفتها؟ شكون معنا ناصفي، هل يمكنك أن تجيب؟ ألا دليل الصوت مؤخر؟ نعم الصوت مؤخر. بيك سامحني، مرحبا بك يمنى، هل يمكن أن تجيبي؟ آلاء، أمير، هاي البقية، به مش نقل سمي بالاسم خاطر ما عرفش شكون دخل توا، من لديه إجابة؟ من لديه محاولة؟ تفضلي. ناصفي تفضلي، نورمالمون ناصفي. حال. لا قلنا ماهيش حال يا أطفال.
سيدتي خبر مش مبتدأ مؤخر. كل الكلام ده مبتدأ مؤخر. خبر؟ لا مش مبتدأ مؤخر. خبر؟ نعم هو خبر. شنو؟ خبر أنا. خبر الجملة يا أخينا، ما نضيعوش التركيز على أن العاملات في الفلاحة كلها اسم ناسخ، آخذات في النقصان، آخذات هنا ورد خبر الناسخ. خبر الناسخ صحيح. إذا كيف ورد أو عفوا ما هي علامة إعرابه؟ مرفوع بالضمة الظاهرة. مرفوع بالضمة. نكتفي رأوك نكتب مرفوع بالضمة، تكفي هذه الإجابة. مرفوع بالضمة أحسنتم. ألا هاي المفردة الموالية التي وردت في صيغة جمع المؤنث السالم؟ سيدتي سيد مفعول به. شنو هي المفعول به؟ حتى نخرجوا شنو هي الكلمة. زيادات. زيادات. بينما سجلت زيادات فعل. زيادات واضحة في صفوف المقبلات على مختلف المهن الأخرى. به زيادات. شكرا فاعل. ستي مريم. به مريم شكرا لك على المحاولة. حبيبتي عنده إجابة أخرى قريب من الصحيح يعني. مفعول به. لا مفعول به. لا 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 ليس مفعول به. خبر. لا لا كيفاش خبر عنا فعل قبل سجلت. سجلت فعل. شكون اللي تكلم؟ ستي مريم نائب فاعل. ممتاز يعطيك الصحة يا مريم. نائب فاعل برافو. ونائب فاعل كيف ورد علامة إعرابه؟ مرفوع بالضمة. ممتاز نائب فاعل. ده مرفوع بالضمة. المفردة الموالية. هيا اللي ما جاوبش اللي ما تكلمش معانا يتفضل يفتح الميكرو ويعطينا الإجابة محاولة. شتي شتي اللي باش يتكلم يعطيه لس. ماذا بينا واحد ما تكلمش تاخذ فرصة يعطي فرصة لغيره. المقبلات فعل. ناس فيها في صفوف المقبلات. به إذا الاسم الذي ورد في صيغة جمع المؤنث السالم والمقبلات. به يعطيك الصحة. هذا اسم في جمع المؤنث السالم. ترى عود لي ولدي السم شنو هي الوظيفة؟ المقبلات فاعل. لا مضاف إليه. مفعول به. مضاف إليه. مضاف إليه. أحسنتي. أي اللي تكلم قالت مضاف إليها؟ أنا مضاف إليه. اللي قال مضاف إليه يعطيه الصحة. لا ما هوش فاعل خاطر اسم عنيفة. في صفوف في المقبلات. هنا في صفوف المقبلات كلها مركب بالجر كما شفنا في بعض الجهات. نفس الشيء في صفوف المقبلات في جار. صفوف المقبلات مجرور ورد مركبا إضافيا. سطر لي المقبلات. إذا المقبلات مضاف إليه. واضح هنا؟ اللي يسمعني نعم واضح. يعطيكم الصحة.
إذا مضاف إليه. ورد، إذا كيف ورد؟ المقبلات مجرور بالكسرة. مجرور بالكسرة. مجرور بالكسرة. به يعطيكم الصحة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا في هذا التمرين. واضح هنا؟ شكون عنده تساؤل قبل أن نمر؟ نمر؟ نعم. نعم 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 نعم. أنست يا أخي، شنو هو نائب الفاعل؟ نائب الفاعل حبيبتي، إذا ينوب الفاعل، هو ما هوش الفاعل بيدو اللي قام بالعمل، من ينوبه؟ خاطر هنا يعني الإحصائيات أصلا، لحظة نرجع للنص عفوا، لا لا لزيادات، يعني باهي لحظة، أظهرت إحصائيات بعض الجهات أن العاملات في الفلاحة آخذات في النقصان، بينما سجلت زيادات واضحة، مش الزيادات هي اللي سجلت، يعني فما شكون سجل زيادات، مش هو الزيادات هي اللي سجل، ما احنا نعرف الفاعل هو القائم بالفعل يا بنتي. الفاعل هو القائم بالفعل، هو اللي قام بالفعل، لكن الزيادات هنا مش هي اللي سجلت روحها، يعني فما ناس مختصين هما اللي سجلوا الزيادات، لكن هنا الوظيفة هي جت في وظيفة الفعل، هي نائبة الفعل، لكن لم تقم بالفعل. فهمنا ايش معناها نائب فاعل؟ واضح التوضيح ولا لا؟ واضح. فهم راهو كان ما فهمتوش. نحن نعرف أن نقول ما دخل الطفل القسمة، من دخل الطفل؟ الطفل هو القائم بالفعل، هو اللي دخل، هو الذي قام بالفعل، فهو فاعل. نحن نعرف في تعريف الفاعل، الفاعل هو القائم بالفعل. هنا سجلت زيادات واضحة، في الأصل سجل المعرفش أنا الموظفون زيادات، الزيادات مش هي اللي سجلت نفسها، سجلت يعني، إذا هي نائب الفاعل، ما هيش هي القائم بالفعل، الزيادات مش سجلت روحها. واضح التحليل ولا الشرح ولا يا أطفال؟ نعم نعم. زال اللبس وفهمنا شو معناها نائب فاعل. شكرا اللي طرح السؤال، يعطيه الصحة، مهم جدا، برافو عليكم. به ومن يدعو الله ومن يدعو إلى غوثه إن لم يدعو ذا المروءة والإحسان. نعاود، ومن يدعو إلى غوثه إن لم يدعو ذا المروءة والإحسان. سأعيد كتابة هذه الجملة وأصرف الأفعال حسب ما يقتضيه السياق. وهنا يا أطفال كلكم ستقومون بمحاولة، يا ألا واضحة بنتي؟ ناخذ الورقة متاعي واستيلو وناخذكم محاولة. سأرى أعمالكم قبل أن نصلح. قبل أن نمر إلى الإصلاح سأرى محاولاتكم. ذاتي نكتب الفعل بركة ولا الجملة كاملة؟ أنت اكتب الجملة الأولى وبعد اكتب الفعل، الأفعال فعل عفوا، يعني في كل جملة لدينا فعلين في كل مرة. نستي يا أخي الفعل يتبع اللي مثلا يدعو إلى غوثه، ما يتبع شوف الضمير يا آية، الضمير الذي اتصل بالاسم هذاك مش يخرج لي شنو، انا عندي ضمير، عندي هي وهما ونا وكي، هذه ضمائر متصله، وخلينا في الضمائر المتصله يا اطفال، ضمائر النصب وضمائر الجر، مش تعرفني انا هنا شنو الضمير اللي مش نتصرف معاه، هو صحيح هنا كل ضمائر جر، لكن هنا مش تعرفني الضمير انا معناته مع شكون باش نخدم، يعني ما هو الضمير الذي ساسند اليه الافعال؟
ومن يدعواني إلى غرفته إن لا 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 لحظة ولدي، لا ما نجاوبوش هكاك حتى يكملوا صحابك، ما هو ياخذون عندك الإجابة، مش يكون عمل فردي. احنا في المنصة هكا نخدموا ولدي، تكمل العمل بتاعك، جيس تحل الكاميرا وتقول لي اسمك، أنا راني فلان باش أنا نلوج عليك معناها ونشوف بالضبط ونشوف العمل بتاعك، وبعد في الإصلاح ناصفي مرمى الوالد قاعد يتكلم ناصفي ولدي ونشوف العمل بتاعك وبعد نصلحوا مع بعضنا ولدي، خاطر باش انا بالطريقه هذه نضمن انه كل واحد فيكم قام بعمل فردي، باش بعد يا اطفال في الاصلاح الهدف شنو، علاش انا نعمل هكا، باش بعد كل واحد في الاصلاح يعرف شنو الخطا نتاعو ويتداركه. لكن كي تكون انت تعطيهم الاجابات بالطريقه هذه، فما اللي مش يسمع الاجابه وفما اللي ما فهمت كيفاش نقصد، ان شاء الله يكون واضح. ناصفي كان كملت ولدي حل الكاميرا نقرا العمل بتاعك، اما دون ان تنطق به. باش بالطريقه هذه نضمنوا انه كلكم يا اطفال يعملوا محاوله، وبالطبع تعرفوا انه خطا راهو عادي، بالعكس الخطا نحن نستثمره ونبني على الخطا، ونعرفوا بيداغوجيا، الخطا بيداغوجيا كامله هي، يعني الخطا ليس عيبا، بالعكس نخطئ الان ونتعلم حتى نكون بإذن الله في الامتحانات تداركنا نقائصنا. ماذا بيا كل واحد ياخذ حظه وياخذ فرصته ويعمل إيه محاولة ونصلحوا مع بعضنا. لكن كما قلت لكم يا أطفال اخدموا وباش نرى أعمالكم الكل، هذا التمرين الأول، فما اللي ما حلش الكاميرا وفما اللي ما خدمش. ايه انهيتي؟ نعم به. ايه حاولي تقربي هكا شوي معنا. به شكرا لك على المحاولة. برافو عليك. صحيتي؟ نعم كما صديقتنا ايه يا اطفال اللي كمل يوريني العمل نتاعو. به ياسمين توهي. أنستي أنا قصي نجار نستعمل في كونت أمي اسمه دليلة وما عنديش كاميرا. ما فما حتى مشكل، المهم اخدم وحاول. باهي ياسمين أحسنتي على المحاولة، فما يعني باهي تو نصلحوا أنت. اللي استعمل في كونت دليلة قصي ولدي هاك اسمك؟ نعم. باهي باش ما نغلقش في الاسم برا. قصي مرحبا بك يا قصي، أنستنا وشرفتنا. باهي محمد توا. باهي ركح شوية محمد، بديش تحرك الراس ولدي. صحيح يعطيك الصحة محمد ممتاز. باهي البقية
مريم، آلاء، برجاء البقية نفتح الكاميرا حتى أتمكن من رؤية أعمالكم. أسرعوا، ماذا بنا نستثمر الوقت وننجز يعني أكثر من سيدتي أنهي بس افتح الكاميرا ودعيني أرى العمل. حسن أنس أو أنس، إذا مسعودي من فضلك افتح الكاميرا لأتمكن من رؤية العمل. هلا دعيني أرى سيدتي مريم. بين صحتي ألا جيست قربي كراسة شوية وقفوا قليلا، يعطيك الصحة، ممتاز. بين شكرا لك ألا على المحاولة، أحسنتي. مريم تبكي، إذا لو أمكن أن تقربي العمل شوية على الكراسة من الكاميرا، يعطيك الصحة، هاي برشا. باهي مريم، فما إجابات صائبة، فما إجابات تستحق التعديل. البقية مسعودي، سيقتل في جوش الكاميرا، أميرة، مانيش نشوف رها. باهي أميرة، راه قرب تو صحيح. كيف أمير، هناك إجابات صائبة وهناك إجابات تتطلب التعديل والتصحيح. به يعطيكم الصحة يا أطفال، مشكورين على المحاولة. إذا سنصلح لو نصلح مع بعضنا اللي ما جاوبوش وما تكلموش في التمرين الأول، مش يجاوبوا تو. أنست عينة سعودية تفضل. ومن يدعو إلى غوثهما. علاش يدعو؟ ها؟ خاطر هاي علل. به نحن نرجع لأصل الجملة تاع الله غالب أنا مبنية باللغة العربية، إيش معناها من يدعو إلى غوثه؟ ما هو الغوث يا أطفال؟ مش تابع اللغة، أما لازم نفهموا الجملة قبل ما نصرفوها. الاستغاثة. أي أي إيش معناه؟ بس الاستغاثة معناك عونه. يعطيك الصحة، العون، الإعانة. ومن يدعو إلى غوثه إن لم يدعو ذا المروءة والإحسان، يعني كما تطلبش أنت الإعانة والغوث من إنسان يكون صاحب مروءة وإحسان، يعني لن يعينك. يعني عندما نطلب العون أو الغوث أو الاستغاثة نطلبها، ندعوها من ذا المروءة والإحسان، وهو طبعا يعني المولى عز وجل. إذن ومن يدعو هنا في أصل الجملة مسعودي، في أي صيغة ورد الفعل هنا؟ يدعو في صيغة المضارع المرفوع. يعطيك الصحة، برافو عليك، ممتاز. المضارع المرفوع، أنا ما عرفش كيف نحسب. إذا هنا غوثهما، هما هنا هذايا الضمير المتصل، ضمير الجر المتصل بماذا؟ يعني إلى ماذا يوحيني؟ شنو هو الضمير اللي باش نصرف معاه هنا؟ هما. صحيح مسعودي، إذا هما فعل دعاء في المضارع المرفوع. ما تجيش يدعو، هذيك ماضي، أنت صرفت في الماضي. يدعواني، ممتاز، يدعواني. ومن يدعواني إلى غوثهما إن لم هنا في صيغة المضارع المجزوم نفس الفعل، دعا يدعو، ها واصل مسعودي، إن لم
مسعودي. إن لم يدعاني. لا، دعاء يدعو مش يدعو. إن لم يدعو. لا، يدعو به معهما في المضارع المجزوم يا مسعود. نعاود نذكر تذكر بقية الأصدقاء. يجزم الفعل الناقص الواوي دعا بحذف النون. نحذف النون. ريت هنا لم يدعو يدعواني في المضارع المرفوعة، باش نحول المضارع المجزوم سأحذف النون تولي و لم يدعو. إن لم يدعو يدعو. واضحة؟ واضح. إذن يجزم بحذف النون. إذن ومن يدعوان إلى غوفهما إن لم يدعوا فالمروءة والإحسان. أي الجملة الموالية. أي واحد من أصدقائنا فضل. سيدتي سيدتي ماري. يا أطفال صوتي غير واضحة. واضح واضح. الحمد لله واضح واضح. إيه شكون ما جاوبش؟ شكون مازال ما جاوبش حتى مرة؟ يتفضل يعطينا الإجابة. ماذا بيا كلكم تشاركوا يا أطفال؟ كل مرة ناخذ واحد، كل مرة واحد يعطينا الإجابة. حامدي جاوبت؟ باهي. ألا تفضلي ألا. ما تسمع فيها سيدي؟ يسمع فيها يا أطفال. مريم سيدي. تفضل. أنا مريم. تفضلي مريم. ومن ندعو ندعو هكا نكتبو هكا ليه بالواو. يا صح برافو. نزيدو ألف ولا مريم؟ ليه نعطيك الصحة. ممتاز. نزيدوش ألف يا عفال. هنا ضمير نحن. ومن ندعو إلى غوثنا إن لم إن لم ندعو. كيف نكتبها؟ ندعو دون و. ممتاز. ندعو حرف العلاء. ممتاز يعطيكم الصحة. يحذف حرف العلة. نعم يحذف حرف العلة. إذن في الناقص في المضارع المجزوم إذن يلزم بحذف حرف العلة مع الضمائر. شكون يذكرنا بها بالضمائر التي يحذف فيها حرف العلة في المضارع المجزوم من الناقص؟ آية. آية الواحد. نحن ها؟ أنا أنت. نعم. هو هي. يعطيك الصحة. أنا نحن أنت هو هي. هذه الضمائر هذوما يا أطفال وقت نصرفوا معها من الفعل الناقص في المضارع المجزوم يعني نحن المجزوم حرف العلة. حرف العلة يتنحى كما شفنا هنا. إن لم ندعو شفتوا في المضارع المرفوع صرفنا ندعو بالواو. إن لم ندعو في المضارع المجزوم نحذف حرف العلة. ألا تفضلي الجملة الأخيرة. افتحي المصطح يا ألا. حلي الميكرو. من تدعو. إذن هنا ما هو الضمير؟ أنت. يعطيك الصحة. أنت كيف نكتبها؟
أنت كيفاش نكتبوها؟ تدعو به أحسنت. هاي إن لم تدعو ذي المروءة والإحسان. يعطيك الصحة. إن لم كيف نكتبها؟ إذا شنو علامة جزمها؟ جزمها حرف على. يعطيك الصحة. إن لم تدعو. ذا المروءة والإحسان. به أنا بدي الجملة. يا عتفي مش نزيدوا مع أنت. غوفيكي. نكتب جزك الأفعال نخدمهم مع بعضنا. شكون يفضل يعطينا الإجابة؟ أنيسي أنا في عظمة نعمل أنت عملت أنت. وبعد كذبت أنا. أي نقلي. نقلي. اللي خدمناه توا أنت. وأنت بتبعتك كيف نسي خدمتهم الزوزة وانت انا يا انتبهي بنتي في المناظرة لابد من التركيز التام ما انتبه غو فيك ولا غو فيكي هسي دي ما نحلش دي ما نغلط بيني لا لا انت نراها انت لا لا ركزوا شوية تركيز فقط غو فيك انت غو فيكي انت به شكون اللي ما تكلمش ويحب يجاوب معانا حامدي جاوبت ولا لا تفضل بنتي مالك انت من تدعوي جدتي جدتي خليه يراجع يزيد يحاول من تدعي لا نعطيكم وقت للتفكير والله حتى انا تعبت في بالي هذه مش نعملها مع انت هذاك علاش رجع انا بنتي فاجاتني انت خاطري خاطر انت فاستثناء من تدعين ما يصيرش نقولوا تدعوينا شكون يذكرنا بالقاعده يحذف حرف العله في المضارع لا 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 ما نحبش نحكيو على حرف العله هي راهي في الأصل تدعوينا لكن هي ما تصيرش تدعوينا التقى ساكنين عندما يلتقي ساكنين يا أطفال حرف ساكن مع حرف ساكن فيحذف الساكن ال نحذف الأول ولا الثاني؟ يحذف الأول بعد نقول إذا التقى ساكنين يحذف الأول ما نقولوش انت تدعوينا اذا محمد تراك كمل اعطيني الاجابه ماهوش نحذف الاول الساكن الاول تدعوينا مش نحذف الواو مش مش يولي من تدعينا يعطيك الصحه انت تدعينا ولا من تدعينا هاي واصل إلى غوثك إن لم تدعي إن لم هاي كيفاش تكتب هي يعني علامة جزمها لي هاو نخلي هكا محمد هل ما كتبته صائب يا محمد؟ كتبته أنا اللي عشش أمامك الصحيح هكا كما الأخرين نحذف معاها حرف العلة؟ لا لا يعطيك الصحة خاطر هنا مع الضمير أنت بحذف النون يجزم بحذف النون
مش بحذف حرف العلة عاد. إن لم تدعي هكا يا المد صحيحة. واضحة؟ واضح. به يعطيكم الصحة. نمر للتمرين الموالي. أستعمل ذا أو ذو أو ذي في المحل المناسب وأعين وظيفة المركب. ونعين وظيفة المركب. أمضى الرجل العمر عاملا وكان دخل متوسط، ولكنه مع ذلك لم يستطع يوما أن يعيش عيشة الكفاف لأنه عيال كثيرين. به أنا مذهبية اللي ما تكلمش حتى مرة يا غسالة. قصيد. أي أنت ما جاوبتش ظهر لي قصيد. نجم تعطي الإجابة؟ نعم. هاي تفضل وانت. أمضى الرجل العمر عاملا وكان ذا دخل. سامحني ولدي عاود لي والله لا سمعتك عفوا فما خاطرش نتكلم ولا ما حس ما سمعتكش. وكان ذا دخل. باهي ممتاز يعطيك الصحة ذا دخل. لكن أي حطيني عاد الوظيفة هنا. ذا دخل متوسط. يعني هذا خبر نسخ. ممتاز خبر ناسخ هو راي كلها راي خبر ناسخ. ذا دخل متوسط كلها خبر ناسخ. إذا وظيفتها خبر ناسخ. خبر كان خبر ناسخ كان خبر ناسخ فعل كان. باهي يعطيك الصحة. ولكنه مع ذلك لم يستطع يوما أن يعيش عيشة الكفاف لأنه. باهي شكون أخذ ويعطينا إجابة؟ ماذا بيه اللي ما تكلمش؟ إسلام سليماني. مرحبا إسلام. مرحبا. هاي بنتي نجمي تعطينا الإجابة؟ تفضلي. سنكمل بذا ذو أو ذي. ذا لأنه ذا عيال كثيرين. سليماني هكذا تقولي؟ لأنه ذي عيال كثيرين. شكون اللي تكلم؟ نعطي فرصة لصديقتنا. شو نقولوا يا سليماني؟ لأنه ذي عيال كثيرين. لا يا سليماني. ذو لأنه ذو عيال كثيرين. ذو عيال كثيرين. هذه ذو عيال كثيرين هل يمكن لك أن يعني سي سمح لي بكري تسكر التليفون. حاول أعمل كابتشور باش دماغ ولا حاجة باش من يعني اللي فاتوا به أصحابك تراجع. سي سؤال تفضلي. وقتاش نحطوا ذو وذي؟ باهي ممتاز هاني مش نرجع نحط روحي انا هنا. وكان ذا دخل متوسط. انا يا اطفال ما نجم نعرف نحط ذا ولا ذو ولا ذي مش من راسي ولا مش نبدا نتقز ولا نقول زعما هكا بالسمع. شوفوا الوظيفه
ممتاز، نبحث عن الوظيفة. أنا هذاك علاش طلبت منك في السؤال إنك تعين وظيفة المركب هذا. ذا دخل متوسط، خبر الناسخ كان، وخبر الناسخ كان كيف يرد؟ منصوب. خبر الناسخ يكون منصوبا ماهوش مرفوع. خبر الناسخ كان منصوب. كي باش نستعمل في النصب نستعمل الف نقول ذا، وقت مش يكون في وظيفة كما هنا ذو عيال كثيرين. هذه عيال كثيرين شنو وظيفتها؟ لأنه ذو عيال كثيرين، عفوا ذو عيال كثيرين شنو وظيفتها؟ هذه كل المركب كامل ذو عيال كثيرين شنو وظيفتها؟ خبر. خبر شنو؟ خبر نسخ. خبر الناسخ. خبر الناسخ إن. خبر الناسخ كيفاش يكون؟ مرفوع. ها؟ مرفوع. يعطيك الصحة. والمرفوع هنا يعني مش يكون بالضمة أو كذو. إذن خبر واضح، عرفت وقتاش نحطوا ذي وذا وذو، كانوا هو ما في وظيفة يعني تكون من المنصوبات. باش نعمل الفتحة ذا، إن كان في وظيفة من ذو المرفوعات نستعمل ذو، إن كان من المجرورات مش نستعمل ذي. هنا لأنه ذو عيال كثيرين خبر الناسخ إن، خبر إن ويكون مرفوع. هذيك علاش استعملنا ذو. إن شاء الله تكون إجابتي وصلت. نعم شكرا. نعم يطرح السؤال واضح، عرفت وقتاش نحطوا ذا ذو ذي. أي. نعم باهي الحمد لله. هاي باهي الصح. نمر بسرعة للتمرين الموالي بنفس الطريقة، بس يعني استعمل أخو أخا أخي في المحل المناسب وأعين وظيفة المركب نفس الطريقة. ماذا بيا يجاوب واحد ما جاوبش؟ دي جاوباني. شكون انت؟ جاوب انا است اللي يقول انا يعطيني اسمه خاطرك ما تقولوش يقول قول جاوب انا مثلا انا جاوب انا امير جاوب انا مريم باش نعرف انا جاوب اني امير. باهي يا امير تفضل ولدي. استعمل أخو أو أخا أو أخي في المحل المناسب وأعين وظيفته وظيفة المركب. إن أخاك. إن أخاك. علاش أخاك؟ بيقبل ما تقولنا علاش ساعة؟ أعطينا الوظيفة. اسم ناسخ. ها؟ اسم؟ ناسخ. اسم الناسخ إن ويكون منصوب، هو اسم إن ويكون منصوب. اسم الناسخ إن ويكون منصوب. إن أخاك من واساك في الضراء وهنأك في السراء. ولا يعد واحدة فريعتنا الإجابة قولوا أخاك ولا أخوك ولا أخيك. من فضح سرك ونصر عليك غيرك. أشكون ما جاوبش يتفضل يجاوب. ستي مريم. تفضلي مريم. لا يعد أخاك. علاش مريم؟ لأنه مفعول به. لا ياسمين. تفضلي ياسمين. لا يعد أخوك. لا يعد أخوك. علاش؟ خاطر فاعل. خاطرها هي ما هيش فاعل، هي حرف الثناء. يعطيك الصحة ياسمين.
لا يعد أخوك، ونائب الفاعل هو مشيخ الذاكر، فاعل يعني يكون مرفوعا. ولا يعد أخوك، يعد عفوا أخوك من فضح سرك ونصر عليك غيرك. إذن هنا نائب فاعل مرفوع. به احنا وقتش بدينا الحصة يا أختي؟ 8:15 8:15 مدام يسرى الله يعينك. يعيشك ربي يبارك لك. يعيشك الله يبارك لك. يظل الوقت انتهى هكذا. حبيت نستفسر حطيني. هذاك علي ثاني معاكم انا. ان شاء الله نتمنى اللي الصغيرات استفادوا من الحصه هذه، كما قلنا لهم قبل هذه حصه تجريبيه للي يحب يشارك مع المنصه. تابعونا الايامات الجايه زاد باش نعملوا فرنسيه وانجليزيه وان شاء الله ايقاظ. ديما الاعلان يهبط على جروب الفيسبوك هذاك 2022، حتى اذا واحد ما بعثنالوش الرابط يلقى الحصة تبث مباشر على صفحة الفيسبوك. ولا يعطيك الصحة مدام يسرى على مجهودك، ربي يبارك لك إن شاء الله. شكرا ربي يبارك يا أطفي اللي راهو إن شاء الله حتى نحفظ على كرسي محمد علي. باش نكملوا راهو نخدموا مناظرات إن شاء الله، ويعني مناظرات ماهوش موجودين في اللي باراسكولير، ماهوش موجودين في المكاتب، يعني نعدهم وإن شاء الله مش تكون أكيد فما إفادة. ونتمنى ان شاء الله اللي شفتكم اليوم نعاودوا نخدموا مع بعضنا ان شاء الله. ناكد لكم اكيد اكيد تكون فما افاده ان شاء الله، خاطر مش نخدموا مناظرات يعني بالحق. احنا نبعثوا تعرفوا المعلمين، نبعثوا مقترحات يعني للوزاره، نجم تكون منها مناظره هي مش تهبطها الوزاره، خاطر الوزاره راهي مقترحات المعلمين اللي يهبطوا في المناظرات. اكيد 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 ناكد لكم اكيد مش تكون فما افاده حاصله، وإن شاء الله ربي يوفقكم جميعا وتكونوا من المميزين ومن المتفوقين. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا. شكرا.